ما سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروا في الليتوناج تاع الربوده. السلام عليكم ورحمة الله. أزر في اللوان، كنت كلمت البارح على مرافقة عبد الكريم مدوار رئيس رابطة الجزائرية لكرة القدم، مرافقته لفريق نادي مولودية الجزائر الدار البيضاء وين مولودية لعبوا ماتش كونتر الوداد تاع دار البيضاء في إطار تصفيات كأس أفريقيا للأندية البطلة. وكنت كلمت قلت أنه السيد هذا لو كان جاي يعرف شوية حشمة ما كانش يروح مع المولودية، يخلي واحد آخر يروح معها. والجماعة اللي في الاتحادية كان المفروض ما بعد ما يخلوش يروح. ماشي انا الوحيد تكلمت، ولكن انا اللي درت فيديو وشافوه الناس بزاف وكذا وتكلموا عليه الناس. سي مدوار جاء يرد في قناة الهداف على الناس اللي اثاروا قضية مرافقته لنادي مولودية الجزائر. قال كاين كذا وشحال من رئيس رابطة ومنا والناس تروح وديما كاين رئيس رابطة يرافق فريق كذا وجامع تكلموا عليهم غير كي جتنا تكلموا علي انا. كان قال هذا الكلام وحبس نقول هذا وقح وقح ما يحشمش، نسكتوا عليه. اما يلحق يقول لك يتكلموا علي انا باش يتكلموا عليهم، عاطلك يتكلموا علي انا راح تجيبوا الانتباه ويتكلموا عليهم، ولو ما يتكلموش عليا واحد ما يسمع بهم. قالوا الله يا ريكس تيروريست يا وليد الجيع اللي قريب رماك كان غير رماك جبان طيارة تهنينا منك. انا صاحب مافيا الجنرالات، اوكي، انا كتبت لا مافيا دي جينيرو العالم كامل يسمع بيه. انا كتب اضرب اسمي في جوجل يخرج لك ملايين الصفحات. مانيش محتاج نتكلم على واحد رخيص كيما هذا مدور باش الناس تتكلم عليا ولا الناس تعرفني. الوقح اللي ما يحشمش يقولوا علاش كلموا عليها انا نور ناس كامله يترافق، لا هو بالنسبه للمدوار قضيه اخرى. مدوار انا طرحت القضيه من باب انه استغل سفريه مولوديه الجزائر باش يقوم بزياره عائليه، يروح يزور زوجته الثانيه اللي عايشه في المغرب باش بنكوسي ما خلص لا فرنك لا دينار، ركب باطوريس افيون سبيسيال وزيد يحبط في ديرالية تاع كرة القدم المغربية، يحطلو سيارة ضخمة تحت صرفو. سمعتو سيدي يروح يزوق قدام مرتو. هاي ليك اللي قلنا حنا تستعملش وسائل الدولة وسائل مولودية باش تروح تزور مرتك. تحب تزور مرتك روح زورها بدراهمك. عليك احنا والوقح ما جرأش يقول انا وي عندي مرتي. كان جا يعرف كان ما جاش نيته خانجة واش يقول. قول وي انا عندي زوجتي عايشة في المغرب، زوجتي الثانية عايشة في المغرب، واغتنمت الفرصة باش نشوفها. قال هي يعني ما عندك ما تهدر، هاو قالك انا اغتنمت الفرصة باش نشوف مرتي. اما ضرب النح على هادي لانه السيد ما خرجش من اللي بدات كورونا وتغلقوا الحدود ما خرجش، وزيد ما كاش طيران المغرب اول جهه اللي غلقوا عليها هي المغرب، والجزائريين بقاو حابسين اللي كانت مبلوكين مساكن. سي خونا ما قالش هاد الكلام، لا قول قول انا عندي زوجتي مغربيه عايشه في المغرب، لانه علاش هو راح المغرب زوج في المغرب. ذاك الوقت كانوا يهربوا للمغرب، العياده كان هرب للمغرب
هو كان في الجيه هرب للمغرب. ايه والعياده بعد سلموه يا اخي للمخابرات الجزائريه. دونك ما تجيش يقلي علينا السيد هذا، يقول علاش من الوقاحه تاع قال يتكلموا عليا باش الناس تتكلم عليهم ويعرفوهم. امشي انا ما عرف قبل منك، راني تا كنت نكرة، انا كنت رئيس تحرير في عمر 24 سنه. نعم وانت نكرة. كي كنت انا ندور في عالم كرة القدم سمعت سي محمد راهم يشهدوا لي زونسيان مونديالست ولي زونسيان جوار، سمعت جي اس كا تاع المولودية تاع لو اسما. كان عندي 20 سنه في عمري كنت انا يا ندور في عالم كرة القدم كصحفي، انت كنت نكرة بحال ما كان يسمع بيك. شفت كيفاش باش نسناك انت كي نتكلم عليك راح يعرفوني الناس. هيك يا وعدي انت تبقى نكرة وانا نتكلم على واحد موسخ باش الناس تعرفني. مانيش محتاج تكلم على واحد موسخ، واحد انسيان تيروريست كان ماشي بالمحشوش يقتل في الشعب، مش عارف شو ما قتلش ولا ما قتلش ولا شحال قتل وشحال ما قتلش. الور يجي درك يحل فمه ويقول لك وعلاش يتسالوا غير كي جيت انا؟ ابا احنا ماشي تسالنا، انا فضحتك قلت انك مشيت تستغل الفياج تاع المولوديه باش تفياجي باتوريست تروح تشوف مرتك عندك عام ونص ما شفتهاش ولا اكثر. فوالا هذه هي الحكايه، والناس كان على بالهم بها. سواء شوف سواء المسيرين تاع الواك ولا المسيرين تاع الراجع نعرفهم صحابي ها على بالهم بها هذه كامل، ولا اللاعبين تاع المولوديه ولا المسيرين تاع المولوديه كامل على بالهم بيك، كامل على بالهم. دونك ما عندك ما تخبي. سبحان الله واحد كيما هذا عشا اللي يقول لك انا رئيس الرابطه المحترفه خديته فيها احتراف. هذه رابطه محترفه، هذه لي جوار ما يخلصوش بربع شهور خمس شهور ست شهور، جوار بعد يعود يسلم يقول اسمع عليه نسمح في واش تسالوا واش نسالكم وخلوني نروح لجهه اخرى. رابطه محترفه تسيني الجوار 300 مليون تديرو مليون ونص 150 مليون تعطيو 150 مليون، هذه هي رابطه محترفه. رابطة محترفة اللي ما تتباعو يتشارو عيناني. اه فوتبالي انا اللي دخلو مدوار مبقاش فوتبال. ربي يقدر الخير لبلادنا وربي يبعد ولاد الحرام منين كانوا، ربي يبعد ولاد الحرام منين كانوا، ربي يبعدهم على بلادنا. السلام عليكم ورحمة الله. خلينا السيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك تطوروا تطوروا في الديتونار في التربوده.